ما نرجعي. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده يا يوسف؟ مش اسلوب يا جدع، مش اسلوب. يلا احنا رجعنا. مش هتزعبي علينا واحنا قاعدين. نكمل بقى يا يوسف. ارجعي يلا. اعزائي اصدقاء البرنامج، مستنيين اتصالاتكم، يلا كلمونا. اوكي خلاص يا اخويا. تمام خلصت. انا مهم، انا هستناكي في الكافيتيريا بقى. ها شوف الحمار اللي دخل زعق ونعر واحنا في الهوا ده، هقفش هدي له علقه دلوقتي. يا يوسف جاي لك انا، اضربه لي، هدي لك بالجزمه. يا ساده نعم. شوف لي الحدوته اللي قلت لك عليها بتاعت حازم الصواب، عشان ما تزعلش مني. تروح فين؟ هروح دوره الميه واجي. نعم يا ابني اروح دوره الميه واجي بقى. دورة. ما تتعبناش بقى. اتفضلي روحي الدوره. اوروبا سبقتنا. ده حاجه تجنن. عايز ايه يا باشمهندس سعيد؟ تعالى لي هنا اقول لك على معلومه مهمه. بقول لك ايه، الميكسر ده مش عارف اصلحها، ده إيه؟ شغل عالي عليا وانا حمار مش فاهم حاجه. انت الفن، انت اللي بتصلحه. انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب نعمل ايه؟ اروح الشركه ابعت لك 2 مهندسين. طيب. يجوا يصلحوا لك الميكسر ده. خلاص ماشي. طيب ماشي. مش عايز فلوس؟ ايه ده؟ عايز فلوس، عشان في الشركه قالوا لي في فلوس متاخره. طيب ماشي، ما انا هنزل لك الحسابات هجيب لك الشيء. خلاص ماشي، هات انزل الحسابات بقى وهات الشيء. خلاص يلا ماشي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. افك الراديو ده منين؟ انا مش فاهم حاجه. يا واد وطي حسه في ايه؟ افك الراديو ده منين؟ عرفت المنطقه كلها ان احنا جايين نسرق. يا ايه الغباوه دي؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه منك. مش ممكن يعني، وطي حسك يا ولا لا يعرفوا ان احنا هنا. طيب بقول لك ايه. ايه سمعت الواد قال ايه؟ قال ايه؟ قال في 2 مهندسين جايين هنا. اعمل لهم شاي. تعمل لهم شاي ليه؟ ولا اعمل ايه؟ ربيت امك هنا تعمل لهم شاي. اعمل ايه؟ طيب فهمني بالراحه. ركز معايا يا ولد. معاك. احنا هنعمل الاثنين المهندسين دول. ازاي هنعمل مهندسين واحنا خريجين تجاره؟ يا ابني احنا هندرس هنا. احنا هنعمل كاننا مهندسين. مش كاننا، مش امه يعني كاننا. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ في ايه؟ ليه؟ في ايه؟ ليه بتقول الكلام كله عادي وتيجي تقول كاننا؟ ليه؟ ما احنا مش هنعمل مهندسين، هنعمل ايه؟ كاننا مهندسين. كاننا. ما ترعبنيش يا ابو ليه كده؟ ترعبك افهم يا ابو. والله العظيم بتقول الكلام كله عادي تبكى انني بقى. ليه؟ ليه؟ افهمني. عملت فيك ايه؟ مش عملتش حاجة. وليه؟ افهمني. طيب. احنا هنعمل 2 يعني مش الاثنين المهندسين. كانني. كانني. والله رعب، والله رعب، اقسم بالله. طب اكنني. اهو دي سهلة ما بتخوفش. سهلة دي. والله. اكنني مهندسين. ماشي فهمت. عشان ما حدش يكفشنا. ماشي. تمام؟ تمام. يلا بينا. بس أقول لك إيه والنبي؟ إيه؟ حقق لي حلمي يابا، والنبي نفسي أتكلم في الميكروفون شوية. يا سلام، اتكلم يا واد. الراديو بتاعك يا واد. ماشي ماشي. في إيه؟ يا سلام، أهو ميكروفون حلو. ودي. أهو يا سيدي. قول الإيد. إيدي إيدي. أنت شفت عامل إزاي؟ اللي بيحصل فيه ده؟ ودي. دي غريب قوي يا ولد. ايه ده؟ شيشوار. ايه ده؟ شيشوار يا ولد. ايوه والله. ايه بقى كيرلي؟ بقى كيرلي ولا لسه؟ والله عمر وعسل. يا علي ابعد عن الحاجات دي، ابعد عن الحاجات دي. يلا تعالى اعمل برنامج قدام. تعال اقعد اقعد. يلا يا ولد اقعد. يلا. اهلا اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في برنامجكم الجميل باك تو سكول، ورجعنا صيارين. ايوه. ومعانا متسابق النهارده، اسمك ايه؟ اسمي جابر. منور يا جابر والله في الحلقه النهارده. الله يخليك. هنبتدي باسئله السرعه ولا اسئله عاديه؟ اسئله السرعه على طول. ايوه. طيب يلا ركز معايا يا جابر. مركز. السؤال الاول. أيوة. 1 2 3 4. الله يا جابر. يا سلام. يعني في السرعة ايه؟ في السرعة عدد ياوي. ايوه ركز معايا. نعم انا مركز. السؤال الثاني. ايوه الاهلي والزمالك ويه؟ الاسماعيلي. الله يا جابر. الله يا جابر. هدي ويهكسب 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 ان شاء الله. السؤال الثالث ركز فيه. مركز. اوكا واه اورتيجا. لا اوكا وما يكسب. اعمل ابديت يا جابر على طول، في حاجات بتتغير والله. غريب قوي يا اخي السؤال. أيوة. ده انت بتشغلني ايه؟ عارف هنخش دلوقتي بقى في ايه؟ اسئله اكمل الامثله. اكمل الامثله. جاهز؟ جاهز. يلا السؤال الاول. يلا انجلك الطوفان. زمر له.
يابا هتفضحنا يابا، ركز بقى في المسابقة. يخبط ايه؟ ماشي. السؤال الثاني، يلا. العجل السليم فيها في البغل العظيم. تعبيط يابا، ايه اللي بتقوله ده؟ هتفضحنا يا والي. ركز يا جابر. ماشي. السؤال الثالث، يلا. ان كان لك عند الكلب حاجة تقوله قوله يا أسقس. بس ما انزل يا وعملتي مقلب فيه وعملتي مقلب فيه وعملتي مقلب فيه. ما تبقناش عليها دي. وعملتي مقلب يلي. راجع عن الكاس يا. اقول لك ايه يا ولا. اتبسطت يا ولا. ايوه. عملت اللي انت عايزه. افهمني بقى. ايه. احنا هنعمل اتنين مهندسين. تمام. تمام. ماشي. وانا هقف عند الباب الامامي وانت هتقف عند الباب التاني. عارف هتقف ايه؟ ايه. لا درجي. هبص هبص. تاني. تاني. يا جهان يا جهان يا ست الكل. ايوه يا ابني. تعالي يلا عشان هنبدا، مفيش وقت. خلصت الحدوته؟ حدوته ايه يا ابن حوار حازم؟ يا خلاص حوار حازم، قلت لك انا هخلص انا بس. طيب. انت ابدا يلا واتكلي على الله. انجز. طيب يلا يلا. ايش؟ 3 2 1 هوا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين في البرنامج اللي كلكم بتحبوه. كل عام وانتم تمام. النهارده البرنامج مخصوص علشان خاطر عيونكم اتصالات وبس، يعني مفيش اي ضيوف، مفيش اي ضيوف النهارده البرنامج اتصالات. اهو ما اتكلمتش اهو. حطيتها وانا ساكت. اهو يا ده اسكت يالا. ما انا ساكت والله، حطيتها بهدوء. يا اسكت ما تتكلمش. اللمبه الحمراء يا سعيد. اعرف ان انها حمراء، انا بره. شوف لي الحماره اللي بتدهوس في غات البرسيم كل شويه دي يا سعيد. يا استاذ انا جايب لك الشيشه يا استاذ عشان صوتك يحلو. شيشه ايه وزفت ايه انت جايبها؟ شيشه ايه دي؟ والله معسل القص رايق يا ابني. ما اشرب طنباق. هجيب لك طنباق. حاضر حاضر. انا اسف انا اسف يا اساتذه، انا اسف. هو ده. السلام عليكم يا ابن انجز. امشي يا غلس. اخلص. يلا كملي كملي. رجعنا رجعنا لكم تاني علشان ناخد الاس ام اس. اسير العذاب بعد بيقول: هاي يا جيهان، بنشكرك بجد على اللوك بتاعك التحفه، الفستان هياكل منك حته. ميرسي قوي يا اسير. ما تشكرنيش انا، اشكر استاذ هاني البحيري، هو اللي صممه عشان الحلقه. كمان مصدومة بجد بعتها بتقول: أنا حزينة 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 إلى آخره. أنا حزينة والله على حزنك حزينة. أوكي. كمان في رقم اسمه 4 وحايد، آخره 4 وحايد، بيقول: انفصلت أنا ونهلة حبيبة قلبي مبارح، شفتها ماشية مع كورشي صاحبي. وحابب يسمع أغنية الدنيا ملهاش عازة الصحاب في أجازة، هنلعبها التراك اللي جاي. ايه ده؟ ايه اللي بتقوليه ده يا ابني؟ ايه اللي بتقوليه ده يا ابني؟ ايه؟ شوف لي حسان يا ابني. اجيب لك حسان. عمال ابلى املى برسائل يا ابني. شوف لي حسان وايمن. عمال تسقع علينا. خش تعال. ايه يا عم؟ يا رب. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا أستاذة جيهان يا مطكو. ميرسي. اتأخرتوا ليه؟ والله الطريق كان زحمة والدنيا عفار. معلش يا أستاذ. اجري هذا على لقمة عيشك. اجري. يلا مفيش وقت يا أيمن. يلا يا عم. استنى اما البس الشبشب. يلا يا ابني شغلني. يلا 4 3 2 1 أيمن هوا. انتوا دلوقتي بتسمعوا برنامج كل عام وانتم تمام مع جيهان مدكور. رجعنا لكم تاني وهنستقبل اتصالاتكم. معانا اول اتصال من محمد. الو، ازيك يا محمد؟ الو ما تقوليش يا محمد، قولي لي يا حمام. حمام. وانت فين بقى يا حمام؟ طاير ولا ايه؟ فينك؟ لا انا على الدائري. طب فين الريس والكلاكسات والحاجات؟ فين؟ فطر على حياتك يا محمد. كده تمام؟ كده انا معايا تمام. انت تمام؟ انا حاولت اهدي.
صباح اللوز يا لوزة أبو بيت الحياة كلمة الحلوة يعني بالصلاة على النبي. إحنا اللي كتبنا على علبة المربورو لازم كل شاب ياخد دوره. وإحنا اللي كتبنا على علبة البلامونت محدش يعرف يعمل معانا أي بنت. وسوبنا على مصر الأستاذة جانية الأصل. تسلم لي يا حمام، مرسي قوي. حمام، ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ الله يحنن عليك، الله يرضيك وينجح لك ام قاصد. انا اصلا بحب بس بسوء حريتك يا كروان، يا كروان قوي. والله انت اللي كروان والطيور كلها بتحبك يا حمام. كوبايه تقول له الكوبايه، الاستاذه جان دي حكايه. حط كاس على كاس، الاستاذه جان هي الاساس حياتي. حبيبي يا حمام، ميرسي قوي. وناخد اتصال تاني من ام كريم. الله. هلو. الله. هلو. الله. نتعرف بيكي. الله. طيب ممكن نعرف اسمك؟ الله. هلو. الله. هلو. 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 الله. هلو. مساء الخير يا استاذه جيهان. مساء الفل. انا مديحه. اهلا يا مديحه. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك انت؟ ثانيه واحده يا صفاء، اقفل الباب والنبي. ثانيه يا حبيبتي، فين البنه بس هموتها واجيلي. معاكي يا حبيبتي. قولنا بقى، ايه رايك في موضوع حلقه النهارده؟ اللي هو ايه؟ المانجا ولا الكوكا، مين فيهم احلى؟ في ناس بتقرف من الكوكا، خلينا في المانجا. تمام. قولنا رايك. انت فين كده؟ مش سامعين. انا عند خالتي ام جرجس دلوقتي. اهو، وفي صوت قطر سبحان الله معدي بالصدفه تحتينا. اولا وصوت قطر حقيقي يعني زي ما انت سامع كده. حقيقي؟ حقيقي طبعا، واقعي جدا. والنبي بالنسبه لمشكله القطارات دي، كلمنا السيد المسؤول بس عشان سواقين القطاره كلهم متهورين. اول امبارح سواق القطر جه تحت البيت وقعد يخمس يخمس يخمس، عمل عفره بوظت الغيارات الداخليه كلها اللي على الهدوم. حقيقي سواقين القطارة بقى متهورين جدا. لا يا مدام، يا مبوك مليان، لا الحوجر الجيران ولا هات يا ام فلان ولا هات يا ام علان، اوكاسيون على كل حاجه حتى الدجاجه. اهو ده في سوق تحتينا اي حاجه عظيمه، الالمونيا العظيمه، البوتاجازات العظيمه، الغسالات العظيمه للبيع. الخلاطين عديمة، العيال العديمة، الشغل العديمة، الحاجات أي حاجة عديمة للبيع. حرنكش أي حاجة عديمة، العالمون العديمة للبيع. بص بعينك يا حبيبي. تحب تقولي حاجة تاني لأصدقاء البرنامج؟ أنا بس حبيبي أحمد سابني مبارح، أنا بس عايزة أوجه له أغنية. اتفضلي. ارجع يا أحمد والنبي يا احمد. طب هاتي الخمسة جنيه اللي عليك يا احمد، يا بركشن كفايه بركشن يا احمد. ايه ده الاستاذ ده عامل صوت واحده وقاعد بيكلم الاستاذه وقاعدين جنب بعض؟ انت بتقلد صوت الستات بايدك. ايه يا استاذ؟ ما هو والله ده بيكلم الاستاذ قاعد جنبها عشان نجيب اعلانات. يا عم اسكت. نصابين يا اسكت. نصابي اسكت يا حبيبي. انا اسف انا بس. اسف انا اسف انا اسف. كمل يا استاذ، حضرتك في صوت البنات عسل. يا احمد بحبك يا احمد. اقعد معاهم بعرف اعمل اعمل كلب في الشارع مع حد. اخرج بره. هاو هاو هاو. كلب كلب في الشارع. منورانا يا الله. الو. ايوه يا حبيبتي، بس كده خلاص، خلصت الرساله. طيب تحب تسمعي أغنية إيه؟ نقلنا حاجة على ذوقك. أنا قيلك حاجة على ذوقي؟ ونخرج فاصل ونسمع أغنية علمني لوم والنبي يا أحمد. ولنا جيبها منين دي أنا بقى؟
نسمع أغنية مشربش الشاي أشرب أزوزة أنا. جاني أنت بتعجزيني. ما نسمعه ما تبوسه أم أحمد. نخرج فاصل ونسمع أغنية على ذوق أيمن. لسا فاكر قلبي يدي لك أمان، ولا فاكر كلمة من ست جهات.